واحنا انا هتكلم ادوق بس كده. قال يتكلم يسام وياكل دلوقتي. انت ممكن تمثل كوميدي مش كده؟ مش فاضي. عايز السؤال تاني. انت ممكن تمثل كوميدي؟ انا ممكن بالنسبه للكوميدي. انا ممكن بالنسبه للكوميدي. شوف حسنين على بال بسامه يجاوب. كل اصحابي وكل الناس اللي حواليا واتعرض عليا كتير ادوار كوميديه. انا اعشق الدور الكوميدي. عشان كده الكاركتر اللي انت تشوفيها بالتلفزيونات بالكليبات بتاعتي دايما فيها نوع الفكاهه. انا بحب الجو ده اصلا. بحب. طب قول لي كده، لو بصينا على مثلا سينما العندليب او محمد فوزي، ايه الدور اللي انت ممكن تعمل نفس يعجبك الفيلم ده ممكن تاديه مطرب وفي نفس الوقت؟ لا ايام زمان لا انا بحب حاجات ايام زمان. بحب امثل التراجيدي الافلام الرومانسيه زمان. بحب تمثل رومانسي اكتر يعني. ايام زمان البلاك اند وايت بعشق الادوار الرومانسيه. انا اعشق فيلم طبعا الفنان يعني. الكبير ده اكتر فيلم بحبه في حياتي يعني الوحيد ده ممكن اشوفه كل يوم وافضل اقعد اسارح فيه وبجماله. ايه هو فيلم ايه؟ طبعا الفنان الكبير عمر الشريف. الفنانه الكبيره طبعا فاتن حمامه. شكله نهر الحب. طبعا نهر الحب. نهر الحب طبعا. وانت تبقى عمر الشريف طبعا مش زكي رستم. ما اقدرش، صعب حد ياخد دوره. بس انا ممكن اشوف حسنين نديله دور زي من اجمل الادوار اللي انا بعشقها وبحس انه انا حالم بلد بجمال الحب. في رومانسيه. طب السينما اخبارها ايه؟ في اي عروض، اي ادوار، اي حاجه؟ لا في عروض كتير بشكرهم عليها يعني. لسه انا اللي مش عايز اخش بس لسه. يعني لازم اخش، لازم اعمل حاجه مطالب من الجمهور. بس ان شاء الله باذن الله على اول سنه بس انهي الفتره دي، بس عشان عندي كتير، عندي سفر كتير وعندي شغل كتير. لسه عندك البوم جديد نازل. مظبوط.